السلام عليكم، حلقة جديدة من لعبة كلاش رويال. اليوم عم بلعب بأكاونتي تاني والتالت، ما بعرف اي اكاونت، اللي هو اكاونت مالي شاري فيه اي جواهر، مثلا مالي شاحن فيه جواهر، لساته ليفل 4، هلا بده يقلب ليفل 5. بلشنا فيه بهذه سلسلة شروحات محطوطة، يمكن المهم هي من الصفر الى اين. بلشنا من الصفر، اكاونت كان صفر صفر صفر، يعني من اول جيم حتى هاي اللحظة كله مسجل لحظة بلحظة، ما في شيء عم بلعب بدونكم تقريبا، كله كان بس مباشر او كان تسجيل. اليوم حيكون تسجيل مو بس مباشر. طبعا بقي لنا نقطة صغيرة لنطلع ليفل، بقى ما عندي شيء طوره. هاي الخطة كل العالم تسألني يا عمر اعطينا استراتيجية، حجرب قدامكم هالاستراتيجية وشوف تنفع ولا لا. استراتيجية بسيطة، ما فيها غير كرت ايبك واحد يمكن استبداله بأي شيء تاني بيعمل دمج جماعي، ويفضل من بعيد، يعني أي شيء ممكن يكون، حتى ممكن ما يكون كرت هجومي، ممكن يكون مجرد اروز او سهام. بتابع لكم الموضوع، بس شوفوا هاي الخلطة احفظوها. حطور اي شيء بس لاطلع الليفل، لانه ممكن الليفل يساعدنا بالمباريات اتوقع. وهلا طلعنا ليفل تمام. طبعا انا هذا كل اكونت من اكونتاتي عندي هلا، بتوقع الوقت الحالي 7 او 8 اكونتات، كل اكونت من اكونتاتي او حساباتي عامل فيها كلان، بظبط فيه مثل ما شايفين. هذا الون جنجن 1 2 هو ثاني كلان عامله انا، الوحيد اللي له مطلوب فيه فوق ال 1800 كؤوس، هذا عاملينه بس مشان يتدربوا الشباب اللي هن عم يحاولوا يوصلوا لكلاننا الاساسي اللي هو بيطلب كثير كؤوس. اما باقي الكلانات كلها اللي عم بعملها ما بتطلب اي شيء. بعتذر اذا حكينا كثير، بس يعني لازم نحكي هذا الكلام. في ناس عم تشاهدنا لاول مره، بنرحب فيها، نقول يا اهلا وسهلا بقناتكم قناه الون جنجن 1. تعال نشوف هل الخطة اللي حطيت لكم اياها هل هي قوية؟ هل حيطلع لنا عالم قوايا ولا لا؟ حنبلش ضد لاعب اسمه محمد، نعم عندنا لاعب عربي ضدنا، شيء حلو. بلش بهالخطة دائما بالكروت البطيئة او الكروت البعيدة، يعني انا هبلش هلا بيبي دراجون، ابعته من على اليمين، وهو هلا بعت لي الويتش، هو هلا عم يركز لهجمة كبيرة من جهة اليمين. بالبومبر هو كثير حل منيح ليخفف من الضرب الجماعي، والمسكتير او الفارسه منيحه كثير، والفالكري ورا ليش منيحه لتروح على السريع الدمج وتعمل دمج عالي على هذا الجاينت او العملاق. بس مثل ما لاحظتوا هلا هو عمل هجمه كثير قويه، استعمل فيها ريج تسريع وروح لي 1200 من طاقة التاور، هذا الشيء كثير. بس انا بدي احاول رد عليه بشكل سريع ويمكن اخذ له تاور، ما بعرف. هلا نشوف، لاحظوا الضغط، استعمل كل شيء عنده، ما عاد عنده شيء يعدل فيه الضغط اللي صار. حنزل الكوخ هون، بلش ابعت له غيلان الى الطرف الايسر مو الايمن. ليش؟ لانه أنا الايمن تبعه ضعيف هلا، بوحده بسموها كاونتر اتاك، بهجمه مرتده واحده ممكن نعوض الفوليو تبعه. ولاحظوا بعت بالون، ولاحظوا اللاعب اللي عم نلعب ضده عنده كتير ايبك، نحن ما عندنا ايبكات هالقد، عنده كتير كروت ايبك. وحنشوف مع بعض انه اذا عندك كروت كتير ايبك هذا لا يعني انك حتفوز المباراة. حنبعد هون شوية غيلان مشان يعدلوا بتوقع التاور لإلنا، او لا لا وقف الهجمة تبعنا. كمان ذكرت ايبك اللي هو تبع السكيلتونز كلهم، اذا هذا اللاعب ضدنا محظوظ بعض الشيء بالايبك. هلا هو هاجم علينا، نبلش نبعت غيلان على الطرف الثاني ما بيأثر. هنستعمل فالكري لا او استنى استنى، ما هستعمل فالكري، هستعمل جاينت هون. لا هستعمل فالكري خلاص، غيرنا، كنت عم غير يعني افكر رأيي، اعمل هي ولا هي، هي ولا هي، خلاص اعتمدت على هي الخطة لخلص التاور. وبيبي دراجون على اليسار في حال صار شيء مفاجئ يكون نزل التاور اليساري بطاقة قليلة، بومبر لكم أحلاه هون. ولا بتوقع التاور اليميني حناخده في حال صار شيء مثل ما قلت، التاور اليساري عم بيروح شوي شوي، راح التاور اليميني ونضل منركزين على التاور اليساري. ما يعني نهاية المباراة ليكو ليكو ليكو، شايفين استعمل أروز ما بتعرف شو عنده لسه. تشوفوا التاور اليساري تبع خصمنا محمد، نعتذر من محمد اللي هو خصمنا، بس ان شاء الله يكون مشاهدنا، اهلا يا محمد، ما اعرف من وين او شو وضعه. اخذ لي تاور، برافو عليه، قدر ياخذ تاور، بس بالنهايه ربحنا مباراتنا الاولى بهي الاستراتيجيه. طيب
مثل ما قلت لكم، الناس كثير عم تسألني كيف يا عمر فينا نعمل استراتيجيات، كيف فينا نساوي. ارجعوا للحلقة الأولى يمكن بسلسلة الشروحات، تسمعوا كلام كثير مهم حول هذا الموضوع وتعرفوا شلون تبنوا استراتيجية. هتعرفوا أنه حتى هاي الاستراتيجية اللي أنا عم بلعب فيها، أنت يمكن بهالثانية اللي عم تشاهدني يكون في عندك استراتيجية أقوى وما لك عرفان. هداك المقطع حيفهمك كيف عندك استراتيجية أقوى. طبعا هذا بلش بجاينت، طبعا خصمنا هالمرة ليفلو 6، إذا هالمرة خصمنا أعلى من ليفلنا، ونشوف إذا فرق الليفل هو حيعمل مشكلة ولا لا. شوف قديش في سكيلتون، بس شوف هلا شلون الفالكري حيريحنا منهم بشكل كثير حلو. طراء راحوا كلهم من هون، وحدة ثانية الفالكري عمل كلين كثير حلو، طبعا الأسهم كمان ممكن تعمل كلين كثير حلو. هو عمل بومب، استعمل بومبر كمان ماله قليل، ليفلو 9. نحاول نضغط هيك شوي، معت البومبر منيح، فوتو كتير منيح لغاية الآن هذا اللاعب. وفكرة الليفلات اللي عنده ما عم بقدر كتير اتعامل معها، عم تحاول افكر بلعبة بقى صعبة شوي، صعبة شوي. نعم لقدر صد هالشي، حط بيبي دراجون هون مشان ايه البيبي دراجون ياكل الضرب من المينيونز، مو التاور، لانه لو كان التاور اكل الضرب كان مات التاور. التاور بطاقة كتير قليلة، نحاول نركز على اليمين، صرنا هلأ ما واقفين نركز على اليسار بهيك حالة، نحاول نركز على اليمين لندافع عن التاور. لاعب اقوى منا، عم نحكي عن لاعب اقوى منا، اذا اخذ تاور ما بتوقع فينا نرجع بالمباراة خلاص، مشان هيك الوضع ماله سهل. بومبر ليخفف من هالسكيلتونات، شوفوا بلش يحضر من هلأ ل الاستيلاء على التاور اليساري كمان مو بس اليميني. طيب مستنى شوي نعمل ريسيت للإلكسير، بتسمعوها كثير ممكن الناس بيقولوا ريسيت ريسيت، شو الريسيت؟ ريسيت يعني انك تعبي الإلكسير تبعك لا البداية للصفر بشكل كامل. هنزل جاينت على اليمين ونشوف اذا هجمتنا بتكبر ولا لا. مستغرب جدا انه هو ما عاد ركز على هالجهة، معناتها كأنه 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 مأمن انه هو حيربح بشي، يمكن يكون سبيل من بعيد، يمكن يكون شي ما بعرف. بحط كوخ هون ليخفف شوي من القوات لليسار، وحنزل بومبر على اليسار كمان، وادعم بسبير جوبلن على اليمين، ونشوف فينا نصده ولا لا لهاللاعب. وموسكتيرن على اليسار، فالكري على اليمين، لازم توزع لازم توزع. هياخد التاور، هاخد التاور، هيك بتوقع اخذ التاور كمان، اخذت انا التاور. لا 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 اخذ لي التاور اليميني. نعم، اذا ما قدرنا نربح فرق هذا الليفل، ما قدرنا نربح هذا الخصم، مع انه والله مباراة كتير قريبة. وبتوقع السبب الاساسي بالخسارة، انا توقعي الشخصي ما بعرف، بحس السبب الاساسي للخسارة هو البداية. البداية لما بدأنا كانت شوي شوي نوعا ما ضعيفة، لازم كان نكون عنا يعني هلا يمكن بهالمباراة تشوفوا قصدي. هاي لاعب تاني ليفل 6، شوفوا هلا انا حغير شوي بطريقة اللعب وممكن التغيير يفيد. بتمنى طبعا من كل الناس اللي عم يشاهدونا، خصوصا اذا ناس ليفلاتها عالية باللعبة، تقول اراء او تقول شو التغييرات اللي ممكن نعمله على هالخطة، ممكن التغيير يعمل نتائج كثير كبيرة بالخطة. هنزل ارشر وكمان هذا فايت بقوة كثير بداية، بدي اضطر اني اكل شوية دمج من التاور لا اقدر صده، يونتاتي ما حيقدروا يصدوا. كمان سكيلتون بيلعبوا لعب عالي، لاحظوا هذا اللاعب اللي ليفلو 6 كمان تعمل تقدم كثير كبير على الجهه اليساريه. حنزل جاين دفاعي هالمره، هي الشغله اللي كان لازم يمكن نساويها المره الماضيه. جاين دفاعي بس لياكل ضرب لبين ما التاور يقدر يلحق حاله ويقتل الخصم. ومسكتير هون تمام، مسكتير قوي يا ترى. لا عشرات بلا ما ياكل التاور، خلي طاقته هيك، ندافع عن التاور، هنركز كله على اليسار وما نخلي التاور يموت. اذا بيلعب فالكري ولا بده يضطر يروح عند هذا الكوخ، نعبي شوية الكسير ونجهز حالنا لهجمة كتير مهمة. نجهز حالنا لهجمة كتير مهمة يا شباب.
هاي الهجمة كانت عندي كتير. فالكري بومبر، فالكري حيروح كل هالسكلتونات، سبير جوبلين كمان بركي بيضربوا من هون، ضربوا منيح. ارشرز، بيبي دراجون راح، خلصنا منه، خلصنا منه. فوتتنا منيحة اذا ما عنده شيء هلا يوقفها، السكلتونات استعملها. ليكو قديش التاور تبعه حيخسر طاقة، التاور تبعه وصل لل 600. نزل البرنس، نزل فالكري كمان دفاعي، بس كتير بيكل على اليمين حيعمل ضرر كتير كبير، مشان هيك حنزل له جوبلين هون مشان يوقفوه عند حده. صدينا البيك على اليمين، صدينا الهجمة على اليسار، ممتاز. نزل جاينت على اليسار، نزل بيبي دراجون على اليسار، وما حساوي شي على اليمين، حاتركه على اليمين، ركز على اليسار لانه في 20 ثانية. هدفي بهال 20 ثانية اني اخذ تاور، هل حقدر اخذ تاور ولا لا ما بعرف، هجمتي كبيرة. بحط ارشر على اليمين ليسد البرنس، بحط ماسكتير، وهجمتي على اليسار تحاول تعمل شيء. يلا 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 يلا، كمان كثير قريبة هجمتي على اليسار. ليكو طاقة التاور 134، 134 سبير ضربوا هدول، لا توري طاقته قليلة، لعبة كتير قريبة، لعبة كتير قريبة. 67 قتلني، يا الله يا الله يا الله، لاحظتوا شو صار؟ ضربة واحدة خلاص، هي ضربة واحدة لو قتلناه كان قدرنا نهجم. مباراة جدا قوية، جدا قوية. طيب هلا نحن اللي بدنا نحاول نساويه انه نشوف شو الشيء اللي هون بده تعديل حتى نتطور. ها هون بتجي الفكره بالسلسله هي، انا كيف بدي اطور؟ طب يعني اللي نفرض واحد قال لي الميني بيكا كثير منيح، طب قل له انا الميني بيكا عندي ليفل واحد، اذا طورته بصير ليفل اثنين. كروتي البقايا يعني ليفلها كثير قليل، شلون بدي احطه؟ لا ما منيح، دور على شيء اذا حطيته ما يكون فرق. انا اللي شايفه هون هو تطوير المينيون هولد لانه بيتطور لليفل 4، وممكن يستبدل المينيون هورد بالبومبر. طيب هل هذا الاستبدال حيعمل فرق كبير بالخلطة ولا لا؟ انا قدامكم فرجيتكم كيف هالخلطة كانت ربحتني مرة، خسرتني مرتين. هلا حفرجيكم هالخلطة شو حتساوي بتعديل كرت واحد بس كومن، ولا شيء كرت كومن، لالو ايبك، لالو ليجندري، لالو اي شيء بالعالم، هو كرت كومن واحد. شوفوا هلا شو حيصير معي، تابعوا تابعوا، قولوا لي قولوا لي الفرق حيعمل تأثير ولا لا. شوفوا الهجمة اللي هلا سويتها على اليسار، الهجمة اللي سويتها على اليسار عملت فورس للخصم، خلته لو ما يستعمل الاروز ما يستعمل الاسهام يخسر اللعبة لهالدرجة. وتوره دغري نزل و صرت تقريبا عرفان كل شيء عنده خلاص. وهلا عندي افضليه، ليش؟ اذا توري وتوره نفس الطاقه عندي افضليه، انه عندي كوخ الغول هون حيضل يطلع غيلان. نزل ماسكتير ويقاتل هذا بسرعه احسن ما ناكل ضرب، ايه احسن. ونزل بيبي دراجون، تابع الضغط. هلا نحن بنعرف انه عنده اسهم، عشان هيك كل اللي حنساويه حنستنى على بعد جاينت على اليمين، وحنستنى ليستعمل الاسهم تبعه، هذا المطلوب. انا اتوقع هلا يمكن يستعمل الاسهم تبعه لانه بده يقتل الغيلان. والله ما استعمل، غريب. ارشرز على اليسار وشكلنا حناخذ تاور، اخذنا. ضغط على اليمين، حط ماسكتير على اليمين. هلا كل اللي بدنا اياه بقى نركز كيف نربح المباراة، لانه نحن متقدمين ما بدنا باخر دقيقة نخسر. بيبي دراجون هون، بيبي دراجون تبعه عمل شوية دمج مو سيء. 60 ثانية، كوخ الغيلان نحطه هون كمان بشكل متقدم عشان هو اللي ياكل ضرب. جوبلينز هون ليقتلوا الاكسبو،
استعمل الروكت بس ليروح لي قواتي مشان الاكس بوي يقتل التاور، ولكن لن يفلح. هيك ترتيب وفالكري دفاعي، ماسكتير دفاعي، ميني بيكا تبعه بيعمل لي ضرر، بس شو تكلف. اذا ليروح لي تاور تكلف انه يخسر تاوره لانه حط كل قواته على اليسار. اذا المباراه انتهت. نعم، ما بتوقع عنده شيء يقدر يرجع فيه بهالوقت القصير. البيان انا جاهز للدفاع. وفوز. طيب هلا فرجيتكم فوز اول بهالتغيير باول كرت. تعالوا نشوف لايف بدون ما اقطع المقطع. انا عم سجل والعب لايف، ما عم بقطع المقطع. عاملكم اليوم خلطه او حلقه خاصه لإلكن. ما في اي تقطيع، ما في اي مونتاج، ما في اي شيء. تسجيل من الاول للاخر خلاص، لاني حلقه فوز خساره ما بيهمني. لاعب جديد ليفلو 6. نعم مثل ما شفتوا، لاعب جديد ليفلو 6. تعالوا نشوف هاللاعب شو عنده. عنده هجمه كثير حلوه، هجمة رائعة. نحاول انه نكمل وهجمته كتير حلوة، كتير حلوة. ليك ليك قديش عنده كل الكروت الصغيرة. هلا الفالكري نستنى شوي لنحطه بالوقت المناسب لينزل ويدروب. هون هلا هذا الوقت المناسب، نزل طرق شوية شغلات جوية و ثانية واحدة بس والهجوم مستمر كمان. هلا جاينت سبير جوبلين بيبي دراجون. شوف ولا شو حساوي، شوف ولا شو حساوي. كمان شوي حاول كمل، حاول كمل الدفش. تمام يلا 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 يلا. مينيون هورد على اليمين، مينيون هورد على اليمين. شوف شلون بده يرد عليها، شوف شلون بده يرد على المينيون هورد من على اليمين. لاحظوا طاق التاورو اليميني وارشر على اليسار. مية وثلاثين، مية وثلاثين. نكمل، استنى شوي لقرب. بننزل فالكري، منين هورد عم بيهجم، هو منين هورد مو انا طبعا. بيبي دراجون يلا اي او اي. عشرات ماس كتير. فالكري وهلا نحاول نفكر كيف ننهي. اذا نبعت على اليسار شوية قوات، كوخ دفاعي، بيبي دراكون على اليمين، ارشرز معه ومستنى. مينيون هورد دفاعيين على اليسار له وداعا. 2-0 والله. لا هو حرام ليك، ولو معه وقت كان اخذ 2-1، بس بكل الاحوال احنا فايزين. نعم بكل الاحوال احنا فايزين. برجع بقلكن ما في مونتاج، ما في تقطيع، ما في تسجيل، ما في شيء. قدامكن عم نلعب بتغيير بسيط، عم ناخذ العبره من كرت واحد كومنت شو ممكن يساوي. اخر مباراه لتسجيل اليوم، بتمنى يعني يطلع حظي حلو او يعني بيض وش المشاهدين او بيض وشي قدام المشاهدين، انه ينبسطوا اني فرج ياخذوا مني الفكره انه كيف تغيير كرت واحد بيعمل بقصه معينه. تعالوا نشوف هلا اللاعب شو عم بيلعب. عنده ويتش ايبك يعني باربيريان هجم فيهم من على اليمين وبرنس من على اليسار. حاول نزل الارشرات هون، حاول وقف هالبرنس. فوتت البرنس قوية كتير، كلفتنا منيح بس ما أذانا كتير.
ضربة ضربتين على التاور كتار، والله ضربتين على التاور كتار. حاول نزل مينيون هورد هلأ بسرعة 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 مع هدول، شوفوا هلأ مينيون هورد شو ممكن يعملوا إذا وصلوا، إذا وصلوا شوفوا شو حيعملوا. وين أوه ليك 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 التاور تبعه، ليك التاور تبعه، يا الله إنه يتآكل مثل ما بيحبوا الناس، سم الأفعى يجري في عروقي. يا الله يا الله، مين بيصدق، مين بيصدق إني أنا بهالفوتة عملت هيك بالتاور. ليفله 6 أعلى مني بليفل، لازم كتير انتبه، كتير انتبه، لأنه هلأ الموضوع صعب. كروتو ليفلاتها مالها قليلة، ليفل توراته أعلى مني، رجع فات على اليسار ببرنس، حاول صد البرنس، حط له 10 قدامه ما يضرب، منيح. صدينا البرنس واخذنا التاور اليمين مثل ما لاحظتوا، هذا هو الضغط المطلوب، هذا هو الضغط المطلوب. عم يضغطني مع اليمين هلا، هلا لاحظوا هو عنده القدرة انه يضغطني يمين ويسار بنفس الوقت، بس بدي احاول قد ما فيني اني ما اخليه يوصل لهالقوة هي. حط كوخ الغول هون مشان البرنس هلا اذا اجا ما كتير يزعجنا، بس كتير هون. هو فعلا عم يفكر يفوت من الجهتين، انا والله فيني اهجم بس عم فكر لا جاينت هيك ارشر. والله يلا منزل فالكري هون، بيبي دراجون، حشد المنيون، قرب وقتهم قرب وقتهم، والله قرب وقتهم بعد حشد المنيون من هون، بس كثير من على اليسار. يا سلام يا سلام، 16 ثانية فقط يا حلوين يا أبطال يا مشاهدين. لاحظوا الوقت، إذا بهالحلقة الخاصة اللي طلبتوها مني كيف بنتقل من أرينا صغيرة لأرينا أعلى، قدرت توصلكم رسالتين، رسالة واضحة واللي هي أنتم حتجوا على المقطع من شانها اللي هي أعطينا يا عمر استراتيجية، أعطينا يا عمر استراتيجية، شو الاستراتيجية؟ هي أنا اللي يمكن خدعتكم او كان بهدفي انا، نيتي صافيه طبعا بدي افرجيكم شيء ثاني، انه انتم اجيتوا المقطع لتشوفوا استراتيجيه، حولت هالقصه لشيء انتم تستفيدوا منه اكثر. خلطه قلبت كرت واحد جابت لنا 3 انتصارات متتاليه، ويمكن اذا بنلعب نجيب 10 انتصارات متتاليه. كرت واحد، العبره شو؟ كرت واحد كومن، لا له لا رير، لا له ايبك، لا له ليجندري، لا له شيء. هاي الخلطه يا جماعه هي اللي حترفعكم من الارينا 3 للارينا 4، وبتوقع انه كمان بتنفع تكمل للارينا 5. اذا هي خلطه كثير منيحه بيستعمل بها الارينات يعني، بس انا بعتبرها هي خلطه رقم واحد مو للارينا 3 بصراحه بل للارينا 4. يعني انت بالارينا 4 تطلع الارينا 5 برياحه بهالخلطه، بس بشرط انك انت تحاول تعلي من ليفلات الكروت، الليفل هذا الموجود ما له ليفل كثير منيح. طبعا اللي حب الفكرة وحب يشوف من الصفر شو الصفر، يرجع بالسلسلة الأولى ويشوف بالضبط كيف عملنا الأكاونت ليفل واحد، كيف لعبنا مباريات، كيف طلعنا، وكيف وصلنا بالكؤوس. نحن بالكؤوس وصلنا فوق هالليفل، ما هو مو هاد اللي وصلنا له، أنا طلعت بالكؤوس ونزلت، نزلنا مع المشاهدين كنا عم نفرج يمكن بالمباشر، كنا عم نجرب خلطات أو نعمل أشياء مشان هيك نزلنا، بس صرنا نلعب وقتها بتذكر ضد عالم ليفل 7 ونربحهم. شوفوا الحماس، شوفوا بهالحلقات كلها موجودة بالسلسلة. بتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقة، ما تنسوا في ناس كثير عم تشاهدنا عم تنسى تعمل سبسكرايب، ما تنسوا تشتركوا بالقناة، لايك شير مفضلة، روابط الأندية، روابط من وين بجيب جواهر مجانا كله محطوطة بالدسكريبشن. كان معكم عمر أوان جنجن ون، ومع السلامة.